يجب على السادة الوزراء يجيو موجدين الدروس ديالك. والله هاد البرلاصة ما فيكم حد ضحك على حد. الوزير المحترم عني استراتيجية الكافلة كتير كتير. فالمهم بغيت نسول الوزير وشكون هما السؤال الأمانية ما قادة تقول السيد الوزير المحترم، السيد الوزير المحترم. التسهيلات كتولي السهولات والأسئلة كتولي السؤالات. السيد الوزير بغينا السؤالات وما عرفناها باغية تتكلم ولا باغية تحك. دخل يدها في جيبها ومتباركة مع شي تحك وفم ما عرفناه. أنا خليتو لشهر هادي وحنا مقلقين تنقولوا هاد الناس واش تيديروا راه هادشي راه كاين مشكل. دخلنا عليك والله هاد البرلمان وحقا كنت انا ندير واحد التدخل ولكن داكشي كاع اللي كنت غادي نقولو قلتي. دابا واحد جاي ينتقد البرنامج الحكومي وكيقول للوزير راه قلتي كلشي تبارك الله ما عندي ما نقول هذاك السؤال كاع ما بقيت قايلو. تفاديا لتفشي المتحور الجديد لفيروس كورونا اوماكرون اوماكرون فما عارفة حتى هذا الوباء اللي بلالا به مولانا كانوا ميكرون ولا ماكرون ولا ماكرون قاع ديال فرنسا. وسخ خاطرك شي شوية. انت اولا رئيس الجلسة، اولا تدخل ديالك بالنسبة للوزيرة غير موفق فيه، غير موفق باش الوزيرة تما وطعيت عليها السكين عطيك. لا 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 شوف الله يرضي عليك، شكون انت دابا ديك تقول هذا الكلام؟ لا 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 يهمك لا يهمك شكون يهمك شكون انت اللي كتقول لي هالكلام؟ شكون انت شكون؟ لا لا انت كتقلب شكون اللي تقول لي غير موفق؟ انت غير موفق في كل ما تفعلوه. والله انتم بجوج غير موفقين لا في طرح السؤال ولا في الدفاع. برلمان الله وقدسيته ولو كلامه ولو اللونجاج ديالو ولو الهضره ديالو ماشي غير الفم وما جاب. انا بغيت غير نفهم هاد الناس ما كتعرف العربيه ما كتعرف الامازيغيه ما كتعرف الدارجه. وبالله عليك وين جبتوهم؟ الا كانت هذه المغاربه العالم هل ضاق العالم ودير عن ما لقينا فيه طبيب ولا استاذ جامعي ولا محامي ولا مهندس ولا فاعل مدني يتقي الحديث ويقدر حتى المغاربه يتفرجوا فيه باش تجيبوا لنا هذه الكوارث. اليوم هذا اللي بغيت نقول لكم على انه للاسف الشديد كنعيش واحد الوضع خطير جدا واللي ما تنبه له راه غير ما بغى لانه اليوم كل شيء مقاد كل شيء ساكت كل شيء مشري قد تشعد عارض البرلمان ضعيف جدا ولو حتى لا بغى يعارض قاع ما يقد لانه ما عندوش الميكانيزمات والقدره ديال المعارضه لان خاصه نخب سياسيه حقيقيه تدرجت في العمل السياسي وصلات ماشي بالبطون وطلعات ماشي طلعات بالريع ماشي طلعات بالشكاره. النقابات ضعاف وين هما قاع فين هما؟ الوسائط ما كايناش الاعلام نصو مشدود بالاشارات كلشي ساكت ما كاين حتى شي واحد ينتقد. والخطير في الامر على انه هذه الحكومه بحال راكبه في التران وكلشي راك معاها. هذاك التران فين غادي الله اعلم لانه اليوم المشهد السياسي البائس جدا في المغرب يحتاج الى معارضه قويه تنبه وتفرمل تفرالي وتوقف ودقناقص الخطر. اما الا عندنا كنا كنصفقوا نقولوا العام زين كونوا على يقين على اننا سنذهب الى الهاويه. المشهد السياسي اليوم كله ما فيه حتى شي حاجه سيسبانس ما فيه. رئيس الحكومه الصامت لا يتحدث الناطق الرسمي اذا نطق لا يقول اي شيء. السيد اللي كان كيهضر هنان الله منه سكت عندما امر بالسكوت واحسن فعل خيرا لانه بالكلام ديالو دار مجموعة من المشاكل وقيم مجموعة من الاحتجاجات اللي كنا في غنى عنها. شكون كيتكلم اليوم؟ شكون كينشط المشهد السياسي؟ مفاصل السياسة الشريان الجريان ديال الدم داخل العروق ديال السياسة شكون كينشطها اليوم؟ ما كاين حتى شي حد كينشطها. المعارضة اليوم داخل الفضاءات الافتراضية المعارضة اليوم فردية جماعية داخل العالم الافتراضي أما داخل الواقع حيث يجب أن تكون معارضة حقيقية وحيث أنه أن الشعب يعول عليها ما كيناش للأسف الشديد وهذا هو مكمن الخطورة اللي ما كنتنبهولوش.
ولهذا اليوم جميع المغاربة أغلب المغاربة لا يهتمون، ما مهتمين كاع بهذا الشيء اللي واقع، وكأن الحكومة ما كايناش، وكأن الحكومة كما قال أحد الكتاب حكومة تصريف أعمال، وكأنها حكومة مقاولة. ما كاينش حتى النقابة، ما كايناش داخل الحكومة، حتى المعارضة ما كايناش داخل الحكومة. إذا اللي كنتمناو وعلى أنه يعفونا من هذا المشهد السياسي البائس، ويعفونا من جلسات البرلمان ليتموا ينقلوا لهنا، لأنها غير كتزيد تمحنا وتزيد تبين ضعفنا أمام العالم، لأنها مفتوحة. برلمان المغربي هذا هو، النخب السياسية المغربية هذه هي، كنوجهها وكنسوقوا صورة للأسف سيئة عن هذا البلد اللي عنده تاريخ كبير جدا. أما هذا البرلمان الحقيقة نرى ما باقي فيه لأنه يشبهنا، والحاجة اللي ما تشبه مولاها حرام. أفرغنا جميع المؤسسات من محتواها اليوماتية، البرلمان نعتبره غير موجود وغير فعال، وسؤال النجاعة وسؤال الفعالية في السؤال الفعالية العمل البرلماني غائبة جدا إلى إشعار آخر. تحياتي لكم والسلام.